كنت عايزة أتكلم معاك شوية. يا ريت بقى مش عن ياسين. لا لا، موضوع ملوش علاقة خالص بياسين يعني. لا لا، أنا كنت عايزة بس أطمن عليكي ونتكلم كده من غير عصبية. هو أنا جايلي عريس ولا إيه؟ يا ريت. لا خالص، تعالي بس يا بنتي، تعالي بس اقعدي معايا. تعالي اقعدي. في إيه ماما؟ اتفقنا هنتكلم بس من غير عصبية. كنت عايزاكي تقولي لي عن شغلك الجديد ايه بقى. لا ما تتعصبيش، مفيش داعي خالص. انتي عارفه انا بثق فيكي قد ايه وعايزه اطمن عليكي، وسايباكي تشتغلي مع انك بتدرسي وتتاخري مع اصحابك وتعملي اللي انتي عايزاه، بس موضوع السفر ده يا ياسمين بجد انا قلبي مش مطمن خالص. يعني ايه؟ يعني انا شايفه ان انتي لسه صغيره عشان تسافري لوحدك في بلد غريبه، يعني لسه بدري قوي على الحاجات دي. لا يا ماما، انتي مش عايزاني اسافر عشان ما تخشيش في خناقه تانية مع ياسين. ياسين ملوش علاقه بالموضوع، احتمال كمان ابوكي ما يوافقش اصلا. ابويا مين؟ انا ما عنديش اب. لا بلاش نقول الكلام ده، مفيش داعي. لا في داعي يا ماما. انتي قصدك ابويا اللي ما يعرفش عني حاجه غير كل فين وفين؟ ولا ابويا اللي ما بيصرفش عليا غير يا دوب حبه فلوس ما تجيبش حتى رغيف عيش؟ بلاش نقول الكلام التقيل ده، وبعدين انتوا مش ناقصين. لا هقول يا ماما، لا هقول، عشان انا كل مره بقعد اقول ماما هتقف جنبي، المره دي هتقف جنبي، هتقف في صفي، هتغلط، هتغلط المره دي. وكل مره بطلع غبيه، ودايما في حد اهم مني. يا حبيبتي مفيش حد اهم منك، بس انت بتفسري حاجات على مزاجك. خلاص فسريها لي انت. ها فسريها لي. لا ولا اقول لك حاجه، مش مهم، انا هسافر ومش عايزه رايك ولا رأي ياسين. وأنا فعلاً أنا فعلاً غلطانة إني اتكلمت مع كريم. وبجد هو كان أصلاً إيه دخله بالموضوع ده؟ لو سمحتي اعتذري له، أنا دخلت وسطينا. أولاً البسي جزمتك من فضلك، من فضلك، وكملي يومك عادي. أنا كنت مش عايزة، مش نازلة، أنا مش نازلة. ياسمين أنا مفيش حد في البيت ده عمره ما بيقف في صفي، عمره. ليه للحظة للحظة فكرت ان مثلا في حد غريب ممكن يقف في صفي؟ طب ايه، انتوا هتعملوا حاجة بعد الامتحان؟ يا عم ما خلص الامتحان بس الاول نبقى نشوف. يا عم هتعدي ما تقلقش، انا هبقى قاعد هنا ابقى اشوفكم بعدها بقى. خلاص ماشي، يلا سلام. سلام. ياسين يابا، انت عبيط ولا ايه؟ انا مش بكلمك. خد يا عم، ما تقف هنا، مش بكلمك. ايه الجو ده؟ لا سلام ولا كلام، وبتجري اما تشوفني. ايه الحوارات دي؟ انت عليك فلوس ولا ايه؟ ايوه صح، انت عليك فلوس فعلا. ازيك يا سلمى، عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن بكتير، يعني الحوار كان بسيط وكان هيعدي من غير مستشفيات اصلا. طبعا ده اللي هو قالهولك. طب يلا بقى ياسين، انت عندك امتحان. عامله ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ ما انت بيتي مشهوره بقى وانا ما اعرفش. يعرفك منين البهلول ده؟ لا ولا حاجة، ده اللي وصل صاحبتك المستشفى لما انت جبت ورا وقعدت في البيت قافل تليفونك. يا راجل، ما احنا بقى المفروض نتكلم في الهري اللي انت بتقوله ده، وننسى انك واخد مني فلوس ولابتوب عامل له 20,000 جنيه وبتجري اما تشوفني، مش كده؟ هو الكلام ده صح؟ كلام اللي صح، بقول لك سرق مني فلوس وبيهري عشان يردم على الحوار. انا ما سرقتكش، انا ما طلبتش منك حاجة اصلا، انت اللي عرضت. واللابتوب هيكون عندك بالليل، والفلوس في عربية هبعتها لك مع سلمى. وانت يا سلمى اللي بيسألي صاحبتك لو مش مصدقاني، وهي هتقولك انك تستاهلي حد ارجل من كده بكتير. لا انت اللي راجل يالا، فما تروح تتشطر على امك اللي راح تتجوز راجل غريب من وراك.